وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من مخيم الزعتري بالأردن سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. مساء الخير دكتور، وبداية نبارك لكم جهودكم الخيرة في تقديم المساعدات لجميع المحتاجين حول العالم، ولكن لو تحدثنا أكثر عن المساعدات التي قدمتها مملكة البحرين تحديدا للاجئين السوريين في مخيم الزعتري. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام وأشكركم على دعمكم الإعلامي الكبير. البداية أتقدم بالشكر لسيدي جلالة الملك ملك الإنسانية لدعمي لبرامج المؤسسة، وأشكر الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء وقائد العمل الإنساني على إدارته وقيادته لهذه المؤسسة المباركة، بتوجيه من سمو الشيخ ناصر وأمر من سيدي جلالة الملك. قمت بالتوقيع على اتفاقية لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري، والدعم راح يكون عاجل وسريع وبطريقة إنسانية. اطلعت أيضا على نظام توزيع وقسم توزيع المساعدات للتأكد، واجتمعت مع بعض المتضررين واطمئنان على حصولهم. كنت أيضا بزيارة مدارس البحرين والزعتري وأيضا مدارس البحرين خارج أبو نصير، مهندسة البحرين طلعنا على برامجنا في أيضا في إربد، وحسب الصلاحيات المعطاة من سمو الشيخ ناصر قمنا بتطوير بعض الأشياء في المدرسة. وأيضا قمت قبل لحظات خروج من دار أيتام وقمنا بالواجب اتجاههم، وكل هالجهود يأتي بقلب الرحيم من سيدي جلالة الملك، والحمد لله نعم البحرين سيستمر. نعم، من مخيم الزعتري بالأردن سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، شكرا جزيلا لك.